هذا انا تصدمت ملي عرفت بلي انا ام ان ام تقاعد. ومن دخلت تويتر شفت بلي انا كلشي كيدوي على التقاعد ديالو، فدخلت اليوتيوب ونتاكد من الخبر ولقيت بانه تقاعد له بصح. anyway ومن بعد طاحت علي واحد الفكره اللي واعره بزاف وهي اللي غندير لكم في الفيديو. او ليتس جو، يا ليتس جو. علاش ندير نضهر بعدا بلاتي نوض. يو واتساب جايز، والفكره اللي طاحت ليا في البال ديالي هي اني نرسم راسي مع امينيم موقفين يعني صورين هوميز تمشي لي كشربوا كوكا ولا شي لعيبه. فكره ناضيه بما ان نعز على امينيم وانا فان بزاف، ماشي فان، ستان لامينيم. لي فان امينيم ولا يعرفوا اللعيبه ديال ستان زعما هي تا شي فان فيك الفان، يعني عارف كاع المزيكا ديالو، عارف لي كلشي ديالو. سو الدراري الفيديو غنصاوب يعني فرحان بزاف عليك، شكرا لك شحال هذا صاوبو و ليتس جو. ام سو اكسايتد، يعني هاد الرسمة هادي بعتالي غادي نكون فرحان بزاف وعلق هنا شو تشوفوا هادي من الدراري في الفيديو داكشي. سو ليتس جو، وخليكم دابا مع سكيتش الاول عاد غنلول الرسمة و ليتس جو. يا الخوت، وانا كرسم لكم ونعاود لكم 10 ديال الحقائق على امينيم اللي مكنتوش عارفينها كاع، يعني قلبت وجمعتهم ونعاود لكم دابا الحقائق. نبداو بالاولى، الحقيقه ديالو الاولى هي ان سميتو الحقيقيه مارشال بروس مارز الثالث، هادو شطات تكونوا عارفينها ولكن المهم. الحقيقه الثانيه هي من ربح الاوسكار ديال احسن اغنيه ديال الفيلم، كان ناعس في دارهم وعيطوا ليه وقالوا له راك ربحتها وما مشاش الاوسكار، حيت ما كانش هو عارف راسو غير ربحها وما كانش عارف راسو بانه وصل داك النيفو، وكانت اول اغنيه ديال الفيلم غادي تاخذ تربح الاوسكار. الحقيقه الثالثه هو انه سقط في التاسعه ثلاثه المرات، وكانت تما تجرى عليه من الدار حيت قالت لي اما تخرج من المدرسه وتعاوني يعني في المصروف ولا خرج من الدار. سو وكيجي كيجيب نادي ويقول لك ما دري والو بلا قرايه. واحد المره خرج ديسك على امو ويعني كيعاود القصه ديال امو وخويا وهذاك الشيء، وهي دعاتو بغات تاخذ منه 10 مليون حيت خرج على هذاك الديسك، وفي الاخر خدات غير 1600 دولار كدمج في المشاعر ديالها. واحد المره كذب على مرتو باش ياخذ بنته يخرجها وقال لها غادي نديها لتشاكي تشيز، ولكن هو ما داش لتشاكي تشيز، دا استوديو باش يريكوردي الصوت ديالها في واحد الاغنيه وتسمع، وكتب على مرتو باش تصوب اغنيه. نايس. امينيم كيموت على شي حاجه سميتها الكوميك بوكس، وكيموت على مارفل، وفي واحد السيريا بان في واحد الكوميك بوك ديال بانيشر. الحقيقه السابعه، امينيم دخل موسوعه جينيز الاول تراك فيه 1561 كلمه في راب جاد، بحيث انه قال 99 كلمه غير في 15 سكوند، وست الكلمات في سكوند وحده. جينيس والله بزاف. الحقيقه الثامنه، امينيم كان غيموت واحد المره بسبب الجرعه الزائده ديال الدراكز اللي كان كيدير، والتون جون هو واحد الفنان امريكاني ولي عاونوه باش يتخطى ديك المحنه، حيت هو كان مجرب دراكز وتا هو تعافى منها، وكل مره كيجي كل سيمانه باش يتشكي عليه ويشوفو كيبقى تتشافى. والحقيقه العاشره وهي الاخرى، قلت نزيد نقولها لكم واخا ما تزيدكم والو، امينيم عزيز عليه دايت كوك لدرجه انه عنده ستوك. يو الخوت، بما انني دابا ساليت الرسمه وصافي درت كلشي، فازت واحد اللعيبات ما شفتوش نتوما راه تشوفوهم دابا. و ليتس جو، خليكم دابا مع الريفيو. ما هذا قلت لي جات هويش زدت لواحد اللعيبات ناضين، وما هادو قلت لكم ما صورتوش تكونوا شفتوهم في الريفيو. اللعيب هادو شنو هما؟ هادو الديسك ديال امينيم كاملين تقريبا كاملين، فيهم اندر انفلونس ديسك غربي شنو مدري شنو. هاد اندر انفلونس داروا مع واحد الفرقه سميتها دي 12، هاك شوف العنوان ديالها ان شاء الله. راه اللعيب ديال هادي
it was a late night. It was a late night. كنت ممكن نتندر الغرافيتي باش ما نديش الوقت خاوية. وكتبت موراها الديتوال. الديتوال هي سميت واحد الفرقة كان فيها امينيم كيغني معاهم وخرج منها. وصورت الديسكال اللي كتبته هنايا. ما عرفتش واش كتشوفه ولا لا واش كيبان لها الشعر. الديسك سميتو اندر انفلونس. وواحد الديسك اخر غناه وتوب. المهم نسيتو. ودرت بزاف ديال الديسك بيج ويني ماكين بيرد سينغ فور ذا مونستر مونستر ماني سينشن دي تاك لاكس يو لوز يور سيلف وان ام بيوتيفول كلين ماي كلوزت. المهم درت بزاف ديال الديسك باش مليش ورقه خاويه وتكون فيها معنى ورسم ما تكون فيها معنى ومش خاوي. صراحه عجبتني ما كرهتش دابا بدا شي كادر معلقه نجي نبع الصاف وتشوف جينا مقصرا ناضي كنا جيس فيتس ناضي يا ماشي ماشي انوز كان دول الفيديو ديالنا ولا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب و قول لي شنو باش نرسم في الفيديو الجاي في الكومنتير. كان دير لكم السلسله هادي ديال صمت راسي مع طن صمت راسي نمبر 1 نمبر 2 هادشي بقاو بحال هكا الحلقه الثالثه ان شاء الله. كان في الفيديو الجاي رسم راسي مع اكس اكس ستيشن ولا شي مغنيه مثلا ميلا عايش ولا خدين عايش ما عنديش معاه بزاف رسم راسي مع السيارة ولا غادي الريم الى زيد عليا. نتوما قولوا لي في الكومنت مع بغيتو نرسم راسي في الفيديو الجاي شحال من غادي اي فكره طاح عليكم في بالكم شي حاجه مستيق قولوا في الكومنت راه نرسمها كيما ما كانت. وكان هذا هو الفيديو ديالنا وما تنساش دير سبسكرايب فرق علي كسبسكرايب ورك على مزيان و بيس تلقاو في نيكست فيديو كما كنت نوفل القناة نوفل سبسكرايب.